إذا كنا قد تحدثنا عن أيادي الخير الكويتية في مختلف المجالات، تعتبر لا شك أن هذه رسالة أيضا أخرى عن أعمال الخير الكويتية تأتينا من لبنان، حيث قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أيضا حملة مساعدات للعائلات السورية النازحة في منطقة الريحانية في عكار شمالي لبنان. نعم، واشتملت هذه الحملة على سلات غذائية ومواد تنظيف شملت 250 أسرة سورية نازحة. نتابع. زار وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي منطقة عكار الشمالية، حيث التقى مئات الأسر السورية النازحة التي استقرت في مخيم الريحانية. وفد الهلال الأحمر الذي حمل المساعدات المقدمة من الشعب الكويتي للنازحين السوريين وزع سللا غذائية ومواد تنظيف شملت 250 أسرة سورية نازحة. من الشكر الكويت إلهم وللمؤمنين كلهم، مثل ما ساعدونا جبروا بخاطرنا، الله يجبر بخاطرهم، شكرا إلهم يا رب. نشكر المساعدات الكويتية وكثر خيرهم وعلى المساعدات اللي جابوا لنا اياها لنا ولاهلنا، ونشكر كثير الشكر الكويت واهل الكويت. نحن نشكر دولة الكويت، نشكر دولة الهلال الأحمر الكويتي، ونشكر الشعب الكويتي شعبا ورئيسا، نشكرهم كثير الشكر، نحن ساندونا وضمدوا أجراحنا. وكعادتهم استقبل النازحون السوريون وفد الهلال الأحمر بكل حماس وأطيب التمنيات، وشكروا كل المحسنين الكويتيين وكل من ساهم في إيصال هذه المساعدات الغذائية للعائلات السورية النازحة في منطقة الريحانية العكرية. الحمد لله اليوم صار التوزيع الإغاثة لإخوانا السوريين اللاجئين في منطقة عكار في ريحانية، وتقريبا تم توزيع المواد الغذائية والمواد التنظيف على تقريبا 250 أسرة سورية. طبعا هذا دعم من صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الإنسانية، لمساعدة أخوانا السوريين في لبنان والدول اللي فيها اللاجئين. لياس رحمة، تلفزيون دولة الكويت، الريحانية، شمال لبنان.